يعني هلأ الدولة بدها تقرر أي متى أنا بدي صير تيتا؟ بنتي توظفت جديد بيطلع لش تعويض الأمومة تيصير لها قداية بالشغل؟ قولي لي كلمة. 10 أشهر حبيبتي طولي بالك هلأ بيطلع ضغطك. دك يا حي مرسيل جوزة دغري ضمانة. الله وكيلي كل يوم نفس السيرة. من حقك ما تنطري 10 أشهر لتستفيدي من تعويض الأمومة. طالبي بتعديل قانون الضمان الاجتماعي لأن حقك ضمان عائلتك.